أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني غضبا واسعا بين الناشطين السعوديين بعد دعوتها إلى شرب الخمر. وقالت القحطاني: الواحد يشرب وينبسط، أنا مني ضد كل إنسان حر، وإذا الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون أنا مني ضد. وتبعت القحطاني: أنا أسأل البنات اللي يشربون والشباب يعني شو تحسون فيه، فيقولون يعطي جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة. وواجهت القحطاني انتقادات عقب ظهورها في الفيديو، ودشن مستخدمو تويتر هاشتاغ مقاطعة إعلانات هند القحطاني ليحتل صدارة الموقع في المملكة.